السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف الثاني في حصة جديدة من حصص الرياضيات، وقد تعلمنا بالدرس السابق عن ما هي المقادير الجبرية، وقلنا المقادير الجبرية هي عبارة عن حدود جبرية بينها إشارة جمع وإشارة طرح، وتعلمنا كيف يمكن التعبير عن هذه المقادير الجبرية. عندي اليوم تمارين ومسائل صفحة 54. افتح معي يا مس صفحة 54، تمارين ومسائل صفحة 54، وبتمنى من الجميع قراءة هذا السؤال من الكتاب مباشرة وليس الاعتماد على اللوح. قراءة هذا المثال من الكتاب مباشرة، أرجوكم قراءة المثال من الكتاب مباشرة. الكتاب صفحة 54، السؤال الأول من تمارين ومسائل. اليوم بدنا نحل السؤال الأول. السؤال الأول يقول: حول العبارات اللفظية إلى تعابير جبرية. عندي عبارات لفظية بدي أحولها إلى عبارات جبرية، أي من كلمات إلى أرقام ورموز. حول العبارات اللفظية إلى تعابير جبرية، أي من كلمات إلى أرقام ورموز. عندي ألف، ومرة ثانية بتمنى تقرأوها معي من الكتاب. ألف: ثلاثة أمثال عدد ما. حط لي شحطة يا مس على كلمة عدد ما وعلى كلمة ثلاثة أمثال. مضافا أيضا حط لي شحطة على كلمة مضافا. خمس أمثال عدد آخر. إذا عندي ثلاثة أمثال عدد، وقلنا عدد ما نفرضه متغير. نفرض أن العدد ما هو سين. ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال، كلمة أمثال أي ضعف، ضعفه. إذا كلمة أمثال بعبر عنها بعملية الضرب. كلمة أمثال بعملية الضرب. مرة أخرى، ثلاثة بترجمها لثلاثة بالأرقام، كلمة أمثال بترجمها عملية ضرب، عدد ما بترجمها إلى سين، مضافا كلمة مضافا أي بترجمها لكلمة زائد، خمسة بحطها خمسة أمثال أيضا ضرب، عدد آخر، هنا عدد ما سين، عدد آخر يعني غير السين بفرض إنه صاد. مرة ثانية، كلمة ثلاثة بعبر عنها الثلاث، أمثال ضرب، عدد ما بفرض إنه سين متغير، مضافا زائد، خمسة خمسة، أمثال ضرب، عدد آخر أي رمز غير الخمسين، أي رمز غير سين. إذا صار التعبير الجبري بس برجع بكتبه، ثلاثة ضرب سين زائد خمسة ضرب صاد، اللي هي نفسها ثلاثة سين زائد خمسة صاد، هذا مقدار جبري يحتوي على كم حد. هذا المقدار حد، هذا حد وهذا حد. إذا مقدار جبري يحتوي على حدان جبريان. إذا هذا المقدار الذي يعبر عن هذه العبارة اللفظية. الآن ننتقل إلى ب، وكما طلبت منكم أرجو قراءته من الكتاب صفحة 54.
أربعة، يعني عندي سين قسمة، قسمة عدد ما على العدد سبعة. إذن سين تقسيم سبعة، ثم أضيف كلمة أضيف زائد إليه أربعة. إذن عندي عدد ما قسم على أربعة، عدد قسم على أربعة، أي أن العدد سين قسم على أربعة، يعني سين تقسيم أربعة، أو مش مشكلة بكتبها عادي، بكتب قسمة عادية، سين تقسيم سبعة زائد أربعة، سين تقسيم سبعة زائد أربعة، هكذا تكون هذا التعبير الجبري، مقدار جبري يحتوي على كم حد؟ على حدان جبريان، الحد الأول سين تقسيم سبعة، يمكنني كتابتها أيضا سين على سبعة زائد أربعة، هذا حد وهذا حد. قلنا أن بين الحدود يجب أن تكون جمع أو طرح. ننتقل إلى جيم، ناتج طرح ستة سين من. مباشرة يا مس، لما أشوف كلمة من بعمل عملية عكسية. شو يعني عملية عكسية؟ يعني إنه بطرح العدد البعد الكلمة من ناتج الطرح، يعني عندي 14 أمثال كاف، حكينا عندي 14 أمثال ضرب كاف، 14 أمثال كاف مضافا. إذا عندي عدد ما، عندي ناتج عدد ستة سين طرح من أربع أمثال كاف، بوقف، معناته أربع أمثال كاف ناقص ستة سين زائد واحد. عندي أربع أمثال كاف طرح منه ستة سين، يعني الأصل الكبير اللي هي أربع كاف طرحت منها ستة سين إضافة إليها واحد. إذن هذا أربع كاف ناقص ستة سين زائد واحد تحتوي على ثلاثة حدود جبرية. ننتقل إلى الفرع دال. صرفت هدى 15 دينار، كلمة صرفت أي طرح. نخص هدى 15 دينار من مبلغ كانت قد ادخرته. شو بعرفني أنا شو المبلغ؟ مبلغ كانت مخبيته وصرفت منه. إذا بفرض إنه المبلغ سين، سين هذا المبلغ، صرفت منه 15 دينار، إذا سين ناقص 15، هذا المبلغ ناقص اللي صرفته 15، وهذا أيضا حدين جبريين، إذا سين ناقص 15. ننتقل إلى ها، ما المبلغ الذي دفعه وليد عند شرائه كم شراء من الكتاب؟ 7 كيلو من البندورة، إذا 7 كيلو بندورة و 3 كيلو بطاطا و 5 كيلو بصل. طيب كيف أنا بدي أعبر كم دفع؟ كم سعر البصل؟ سعر البندورة أنا ما بعرفه، إذا بفرض إنه سعر البندورة سين، سعر البطاطا ما بعرفه بفرضه صاد، لازم يكون متغير تاني لأنه سعر البندورة بيختلف عن سعر البطاطا،
سعر البصل مثلا عين. إذا كم سعر البندورة؟ سعر البندورة 7 ضرب عين، زائد كم سعر البطاطا؟ 3 ضرب صاد، زائد كم سعر البصل؟ 5 ضرب عين. إذا ما دفع المبلغ الذي دفعه عند شراء البندورة والبطاطا والبصل هو 7 عين زائد 3 صاد زائد 5 عين، وهنا أيضا تتكون من 3 حدود جبرية. إلى هنا بإذن الله تتوقف حصتنا لهذا اليوم. أتمنى منكم المتابعة والفهم الجيد. رافقكم السلامة وأراكم على خير.